نحن اليوم وقفنا هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل القصاص من كل من سول له نفسه تفجير أو تخريب هذه البلد. نحن كل شهر أو جمعة أو كل يومين ثلاثة برح لنا شاب أو عائلة أو عدة أشخاص من وراء التفجيرات هاي، من كان موتور أو سيارة أو عبر عبوات ناسفة عبروحوا خيرة شبابنا. نحن ما هينا طالعين كرمال شخص محدد، طالعين كرمالنا وكرمال هالناس كلها. الناس ما عادت تحس بأمان، تنزل على السوق خايفة. كل عيد في عنا تفجيرين ثلاثة، كل مناسبة الناس عم تخاف، ولازم هالناس اللي عم سوي هالشي هاد ينعدم ويتحاسب، لأن هالشي اللي عم بصير ما بنسكت عنه نهائيا. والتساهل بهالأمور هاي عم بزيد بزيادة علينا وعم بجيب علينا عواقب وخيمة، كل ما عم بتزيد علينا. لو في حكم صارم بهالموضوع هذا وفي قصاص كان غيرهم ارتدع وخاف. إعدام المجرمين، الشعب يريد إعدام